السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا. أشاد مدرب برشلونة تشافي هرنانديز بأداء فريقه في ديربي كاتالونيا وخاصة اللاعبين الشباب بعد الانتصار على إسبانيول بهدف نظيف، وفي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الكامب نو لحساب الجولة 14 من الليغا. وقال تشافي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المواجهة: إلياس أخوماش وعبد الصمد الزلزولي لعب مباراة كبيرة ضد إسبانيول. وتابع حديثه عن اللاعبين المغربيين: إنهما موهبتان، ومن المهم أن يكون لدينا هذا الجيل من لاعبي كرة القدم اللذين سيساعدوننا كثيرا. ثم اختتم كلامه حول أداء برشلونة في ديربي كاتالونيا: أعجبني موقف الفريق ومردوده في المباراة، بالطبع هناك أشياء يجب تحسينها في الواقع، هناك الكثير من العمل ينتظرنا. يشار إلى أن إلياس أخوماش سجل ظهوره الأول مع الفريق الأول لبرشلونة بمشاركته أساسيا في ديربي كاتالونيا، في حين دون عبد الصمد الزلزولي حضوره الثالث رفقة البلوغرانا، حيث نزل إلى أرضية الملعب كبديل في الشوط الثاني. شارك أيضا كبديل في مباراتي ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيغو. عبر إلياس أخوماش لاعب برشلونة عن افتخاره بتسجيل حضوره الأول رفقة فريقه في ديربي كاتالونيا أمام إسبانيول لحساب الجولة 14 من الليغا. وقال أخوماش الذي دفع به المدرب تشافي كأساسي في المواجهة: أنا سعيد لبدايتي مع الفريق، أنا ممتل للنادي وللمدرب، وسأحاول تقديم أفضل ما لدي. واختتم: في البداية كنت متوترا، لكن عندما بدأت بلمس الكرة كل شيء أصبح عاديا. علما أنه غادر أرضية الملعب ما بين الشوطين تاركا مكانه لعبد الصمد الزلزولي. يذكر أن برشلونة استعاد توازنه في الدوري الإسباني تحت قيادة ابن الدار تشافي بعد انتصاره على إسبانيول بهدف نظيف حمل توقيع منفي